انا اسمها روزي هيد بي ار اور فيجن عين شمس. انا النهارده حابه اتكلم معاكم عن فكره اور فيجن عامه. احنا النهارده الكونفرنس بتاعنا وده الختام بتاعنا او المشروع الاختتامي بتاعنا. ده بيتراوح من 4 ايام لستة ايام. السنه دي ان شاء الله احنا مقررين ان هو يكون 4 ايام. ال4 ايام دول بيكونوا ايه؟ بيكونوا شركات بتتقسم شركات بزنس. الشركات البزنس دي اللي هي بتبقى الاتش ار جواها الاتش ار والاكاونتنج والماركتنج والسيلز والبي ام البروجكت مانجمنت، شركات ادز اللي هي بتاعت الاعلانات، شركات اوديتنج اللي هي المراجعه الماليه، والبانكينج اللي هي البنوك. بنعمل ايه؟ بنخلي الناس دي تشتغل كانها بتشتغل بره فعلا. يعني البنك بيشتغل على ورق الاقراض، بيعمل لينك بينه وبين شركات البيزنس. يعني مثلا لو شركه بيزنس، مثلا شركه مثلا بتشتغل في الكورسات، فبتبدا مثلا تشوف هي محتاجه ورق ايه من البنك، محتاجه عقود ايه، وهكذا. بتبدا تشتغل فعلا من ساعه تاسيس الشركه، من الورقه الاولانيه اللي هي بتكتبها الاقرار للحكومه عشان ان هي تنشئ شركه، لحد المراجعه الماليه والقروض، كل حاجه خاصه، الاعلان وكل حاجه. اخر يوم الكلوزنج ان شاء الله. هو من المفترض ان احنا نعمل الكلوزنج مع اخر يوم ده عندنا في الكونفرنس بيبقى عباره عن برزنتيشن. دي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن ان الشركات اشتغلت طول ال3 ايام دول شغل كتير جدا، فبتبدا بقى تعرض شغلها. يعني مثلا الاكاونتنج مثلا عمل دراسه جدوى، فبيبدا يعرض دراسه الجدوى دي، بيبدا يعرض الميزانيه العامه للشركه كلها، وهكذا. وكل ديبارتمنت بيطلع يعمل برزنتيشن على الشغل اللي اشتغله كله. احنا عايزين نفتح مخ الشباب لحاجه زي البيزنس بلاننج، عشان يتعلموا البيزنس بلاننج من A to Z. فاحنا حابين ان احنا اخر يوم في الكلوزنج ننهيها بان احنا نجيب كوتش او ترينر يكون مشهور او بيتكلم كويس في توبيك البيزنس بلاننج، بحيث الناس اللي موجوده دي تستفاد منه او تربط الكلام اللي هي اشتغلت بيه مع البيزنس بلان. اور فيجن هي عباره عن نشاط طلابي. النشاط الطلابي ده هدفه غير ربحي تماما، هو هدفه ان هو يأهل الطلبه لسوق العمل عشان نسد الجاب او الفجوه اللي بتحصل لما الطلبه بتتخرج من الجامعه. بتحس ان هي ما اتعلمتش اي حاجه من الجامعه، او المواد اللي احنا بناخدها دي مجرد بس شويه كلام فوق على ورق وخلاص. فاحنا بنحاول ندرب الطلبه على ان هم يشتغلوا بايديهم.